خطوات إذا قمت بها كل ليلة ستجعل وجهك يبدو أكثر شبابا وحيوية. كم مرة شعرت بالكسل الشديد لدرجة إهمال إزالة المكياج عن وجهك قبل الخلود إلى النوم؟ إذا كنت تتجنبين القيام بهذا الروتين الليلي، ينبغي أن تعلمي أن ترك المكياج على وجهك طوال الليل يسبب ضررا أكثر مما يمكن أن تتصوري. وفيما يلي لائحة بأهم 8 أسباب لوجوب إزالة المكياج دائما. نرجو منك مشاهدة الفيديو حتى النهاية لمعرفة أهمية هذه القاعدة البسيطة في مكافحة أكثر مشاكل البشرة إزعاجا، وهي حب الشباب. ستفاجئك سهولة وسرعة فعالية هذه الطريقة. 8. تأخير عملية الشيخوخة. كلا، إنها ليست خرافة. لقد أثبت العلماء أن البشرة تجدد نفسها كل ليلة، ولكن إذا كانت البشرة غير نظيفة فإنها ستهرم بسرعة. لن تتمكني من تجنب ترهل البشرة وستظهر التجاعيد في وقت أبكر مما تظنين. خصصي بضع دقائق لهذا الروتين الليلي للحفاظ على شباب بشرتك وجمالها. ثقي بنا، فالأمر يستحق ذلك. 7. تغذية وجهك. تتجدد خلايا البشرة بشكل أسرع في الليل، ويمكنك مساعدة بشرتك في هذه العملية. أزيلي المكياج ثم ضعي مرطبا يحتوي على مضادات للأكسدة. لا يوجد شيء أفضل من الذهاب إلى الفراش بوجه نظيف ومنتعش. أيضا تذكري أن استخدام مكياج عالي الجودة أمر مهم لصحة بشرتك، حيث أن المكياج رديء الجودة قد يضر ببشرتك ويؤدي إلى مشاكل خطيرة. 6. مكافحة الحساسية. قد تكون بشرتك عرضة لأمراض الحساسية حتى لو كنت لم تلاحظي أبدا أي أعراض واضحة. قد يسبب النوم بالمكياج الأكزيما وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة. لا تظهر الأعراض على الفور، ولكن إذا لم تقومي بإزالة المكياج قبل النوم ستبدأين في ملاحظة احمرار وحرق وحكة. 5. تجنب تصبغ الجلد. هل سبق لك أن لاحظت تلك البقع الداكنة التي تظهر على الوجه والتي لا يمكن لبعض النساء تغطيتها حتى باستخدام أفضل كريم أساس متوفر؟ لا يرتبط ظهور هذه البقع دائما بالتعرض المتكرر لأشعة الشمس أو بعملية الشيخوخة. قد تكون هذه البقع نتيجة حساسيات مزمنة ناجمة كردة فعل لإهمالك تنظيف بشرتك بشكل صحيح. يمكن أن يسبب النوم بالمكياج طوال الليل بعض اضطرابات تصبغ الجلد الخطيرة. 4. الحفاظ على شفتيك رطبة. إذا كنت تعتقدين أنه لم يبقى أثرا لأحمر الشفاه على شفتيك بحلول وقت ذهابك إلى الفراش فإنك على خطأ. حتى لو كنت لا ترينه، فإن ملمع الشفاه وأحمر الشفاه يستمران في تجفيف جلد الشفاه الرقيق ويؤديان في النهاية إلى شفاه جافة ومتشققة. 3. منع الانتفاخ تحت العينين. إذا كنت تتركين المكياج على وجهك في أحيان كثيرة، فسيبدأ لون الجلد تحت عينيك بالتحول إلى لون داكن في خلال وقت قصير. وبعبارة أخرى، سيؤدي ذلك إلى انتفاخ تحت العينين وظهور دوائر داكنة حولها. ومن السهل جدا أن تعرفي ما إذا كنت قد غسلت وجهك في الليلة السابقة أو لا، لأن عينيك والمناطق حولها لن تبدو صحية ولا منتعشة. 2. الحفاظ على الرموش من التساقط. لا تترك الماسكارا على عينيك أبدا عند الذهاب إلى الفراش، حيث أنها تجف أثناء الليل مما يؤدي إلى تساقط الرموش، كما أن الجفن يصبح متهيجا ومتورما. نوصي باستخدام ماسكارا غير مقاومة للماء لتتمكني من إزالتها بسهولة. أزيلي الماسكارا دائما بقطعة قطن باستخدام حركة لطيفة باتجاه الأسفل. لا تستخدمي أبدا حركات دائرية، لأنها يمكن أن تكسر الرموش مما يسبب تساقطها. أولا، منع حب الشباب. إذا كنت تعتقدين أن هذه المشكلة تحدث فقط للمراهقين فأنت على خطأ. في الواقع يمكن أن يعود حب الشباب إذا كنت لا تغسلين وجهك. يؤدي انسداد المسام عادة إلى ظهور البثور والالتهابات. إذا كنت تعانين أو عانيت مسبقا من حب الشباب، استخدمي مكياجا خاصا غير زيتي ومياه مذيلة لإزالته. أي من أسرار الجمال يساعدك على البقاء رائعة؟ شاركيه في قسم التعليقات في الأسفل. لا تنسي ضغط زر الإعجاب ونقر زر الاشتراك للبقاء في الجانب المشرق من الحياة.